انضم إلينا من مرج عيون بجنوبي لبنان موفدنا عماد الأطرش. عماد، كيف يعني تبدو هذه الحدود الملتهبة، وأيضا ماذا عن التقارير التي تتحدث عن تكتيكات جديدة للجانب الإسرائيلي، خصوصا مع يعني الحديث أكثر عن ربما التطرق لمزيد من العمليات أو حتى الحرب المفتوحة في لبنان؟ نعم ماجد، دعني بداية أشير إلى أنه منذ نحو أسبوع، منذ الأربعاء الماضي، عندما تحدث أمين عام حزب الله حسن نصر الله في ذكرى مرور أسبوع على اغتيال قائد وحدة نصر، منذ ذلك الحين حتى اليوم يبدو أن هناك وتيرة نوعا ما يعني منخفضة من العمليات. عادة منذ ذلك اليوم إلى الآن يعني عدد عمليات وهجمات حزب الله الذي يذكرها في بياناته لا يتجاوز الخمسة، خاصة في القطاع الشرقي بالإضافة طبعا إلى القطاع الغربي. وعادة هذه العمليات تستهدف المواقع، يعني عمل روتيني تقريبا من قبل حزب الله بقصفه للمواقع العسكرية الإسرائيلية المحصنة في تلال كفر شوبة هنا اللبنانية المحتلة، الرمثة، سماق، رويسات العلم، بالإضافة إلى مواقع أخرى أحيانا يخرج عن هذا الإطار باستهداف بعض المواقع الاستراتيجية، كما حصل قبل يومين باستهداف مقر القيادة المستحدث لفرقة الجليل، الفرقة 91 التي أخلت مواقعها أو التي تركت مقر القيادة في ثكنة بيرانيت، وهي القريبة نحو 900 متر من الحدود اللبنانية الإسرائيلية. في المقابل إسرائيل طبعا خاصة في فترة بعد الظهر تكثف من قصفها المدفعي الجوي عبر المقاتلات الحربية، عبر المسيرات في مختلف البلدات اللبنانية خاصة الحدودية، وأصبح واضحا أن هناك منهجية واضحة من قبل الجيش الإسرائيلي بتدمير كامل للقرى الحدودية. ولكن ماجد دعني فقط أستغل اليوم، تعلم بأن حرارة الشمس بالإضافة إلى الرطوبة يعني لا تخلق، يعني الصورة ليست نقية، ولكن اليوم على غير العادة الصورة نقية. دعني أظهر لك هذه المستوطنة، هذه البلدة، بلدة لمطلي، هي أقرب نقطة، أقرب بلدة إسرائيلية للحدود، تراها في أعتقد بأن الزميل محمد حنون. هذه البلدة البارحة كانت هناك تقارير صحفية إسرائيلية أشارت إلى أن عدد المنازل في المطلية البالغ نحو 1700 منزل تمكن حزب الله من تدمير، إذ أن يعني مقاتلي حزب الله يستهدفون هذه البلدة بشكل مستمر، بشكل يومي تقريبا قام بتدمير نحو 200 منزل من بلدة المطلي. طبعا تعلم بأن مناطق عديدة من المناطق الحدودية على الجانب الإسرائيلي أخليت من سكانها بقرار حكومي منذ بداية المواجهات في 8 أكتوبر. في المقابل إذا كنت ترى ذلك الهوائي، هذا هو الموقع الإسرائيلي في المطلي، يعني أيضا الجيش الإسرائيلي يقوم باستهداف، خاصة هناك هذا سهل مرج عيون وهذه بلدة الخيام. الخيام تستهدف بشكل يوميا بالقصف المدفعي الفسوري أحيانا وبالطائرات والمقاتلات الحربية. عادة ما يكون هذا الأمر في فترة بعد الظهر، خاصة في الأسبوع الماضي المنصرم كما ذكرنا. طبعا يبدو يعني أن الوتيرة خاصة يعني التهديدات بالكلام هي أعلى من وتيرة العمليات العسكرية في الأسبوع الماضي، بانتظار طبعا ما تحمله الساعات القادمة من تطورات ميدانية وسياسية أيضا. أشكرك على هذه الرسالة، بالطبع من مرج عيون بجنوبي لبنان موفدنا عماد الأطرش، شكرا جزيلا لك.